أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. صدق الله العظيم. Dewan Hakim.